انت كيمياء ولا جغرافيا؟ لا انا جغرافيا. عملت في الامتحان؟ حليت الحمد لله، بس عايز اقول كل المراقب اللي كانوا واقف عليه، انت يا عم وترنا ومش سايب حتى حد من اللي ما بيعرفوش يحلوا يحلوا الامتحان ده حلو بسم الله ما شاء الله. واحب اشكر احمد رفعت الدوله البابا نمبر 1 المراقب. احمد رفعت مين؟ احمد رفعت مين؟ احمد رفعت بتاع الجغرافيا المدرس بتاعك. يعني احسن مدرس في مصر، الامتحان جاي منه كله، بس المراقب كان شادد علينا وسايب اللجنه اللي قبلنا كانت سايبه. ايه المشكله ان هو كان شادد عشان ما يبقاش في كان شادد قوي، هم اصلا العيال متوتره كل شويه ينادوا على بعض وهو يتجنن ويقعد يخنقنا. مين اللي يخنقك؟ المراقب؟ هو المراقب. هو يعني انتوا بتغشوا في اللجنه؟ هم مش بيغشوا، هو ايه؟ هم بيغشوا ماشي، بس هو مطرقة اسمه مستر عبد الله. ما ينفع، بص ما ينفعش نقول اسم حد، بس انت ايه يعني انت بتغش في اللجنه ومش عايز يشد عليكم؟ انا عن نفسي انا انت ما غشيتش اصحابك. بقول لك يا دوله انت رقم واحد، انت رقم واحد الدوله احمد رفعت اللي انت ما كنتش معاه هتسقط ماشي؟ ايه سقطت ايه؟ ما هو خلاص مش انت كان عندك امتحان؟ ايه؟ انت كان عندك امتحان؟ ايوه ما هو هيسقط عشان هو ما خدش مع الدوله. انت جغرافيا برضو؟ حليت طيب ولا ما حليتش؟ الحمد لله. امتحان كان سهل؟ اه ماشي ربنا يوفقك. بشكرك يا دوله وبقول لك ان شاء الله شكرا على تعبك معانا.